حال تعز يزداد سوءا كلما طال عليها الحصار من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، فهذا مدخلها الشرقي والأقرب لوسطها. لا زال على حاله مغلقا بالألغام والقناصة والدمار والحواجز منذ 7 سنوات، المصرة على منع السكان من العيش بسلام في مدينتهم. طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والحكومة الشرعية بوضع ملف حصار تعز ملفا رئيسيا في المشاورات والاتفاقيات الأممية الساعية لحل الأزمة اليمنية. 2، إلزام ميليشيا الحوثي رفع الحصار وفتح الطرقات والمعابر الرئيسية من وإلى مدينة تعز وإزالة شبكات الألغام بما فيها منفذ قولة القصر ومنفذ غراب ومنفذ كريش الراهدة. وضع إنساني صعب يعيشه أبناء تعز جراء الحصار المطبق عليهم والحرب التي وصلت كل منطقة فيها، مما جعل أبناؤها يسكنون 115 مخيما يأوي 9000 أسرة و 38,460 أسرة نازحة ضمن المجتمعات المحلية، الكثير منهم من مناطق التماس بمداخل المدينة التي هدم فيها 136 مبنى بمدير الصالة لحالها كونها منطقة مواجهات، وإغلاق 7 مدارس لا زالت ملوثة بالألغام. ندعو القيادة السياسية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم ورفض تلك الإجراءات المنحازة واستنكار ما تعمده المبعوث من إغفال وإهمال حصار تعز وفتح الطرق وفتح مطار تعز، وندعو مؤتمر تشاور الرياض أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية وأن يرفض المواقف والإجراءات الانتقائية المشينة التي أعلنها المبعوث الأممي وأهمل فيها معاناة تعز بشكل متعمد ومقصود. تغير المبعوثون الأمميون عدة مرات وتعز محاصرة، وزارها الكثير من الموظفين الدوليين ولا زالت محاصرة، وتزداد معاناة أبنائها كون كل المواد الغذائية والاستهلاكية تصل إليهم بأضعاف أسعارها، ناهيك عن أتعاب ومشقة الانتقال بين ضفتيها الحوبان والمدينة. فهل يستحق 4 ملايين إنسان أن تخفف عنهم المعاناة وأن يصبح هذا الملف من أولويات المبعوث الأممي والحكومة الشرعية؟